غايه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشماليه ومائل للحراره على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد. بالليل الطقس هيكون بارد على اغلب الانحاء. في النهارده فرصه لسقوط امطار خفيفه على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعه ونشاط رياح على مناطق من القاهره الكبرى وشمال الصعيد. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيبه. واكيد يعني احنا بنحاول نطمن من حضرتك النهارده عن حاله الطقس، وخصوصا كمان بكره ان احتمال كبير يكون اول ايام شهر رمضان الكريم. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. طيب. ورمضان سعيد على الجميع باذن الله. طبعا احنا متوقع اليوم يكون في استقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير. درجات الحراره النهارده تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام، واللي متوقع ان العظمى على القاهره الكبرى اليوم تكون 23 درجه مئويه، ده المعدل الطبيعي في الوقت ده من السنه. يعني طقس خلال فترة النهار مع وجود أشعة الشمس هنحس بأنه هو الطقس الشتوي الدافي على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ما بين مائل للحرارة الحار في المناطق الجنوبية جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد جنوب سيناء. ده بيكون فترة النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة. فور غياب أشعة الشمس وخلال فترات الليل طبعا بيكون في انخفاض قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده محسوس اكثر في ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر، فتكون الاجواء بارده في معظم المحافظات وخاصه كمان في المدن الجديده الاماكن المفتوحه. المحافظات اللي ليها ظهير صحراء بشكل كبير بتحس بالبروده اكثر من المناطق الداخليه، لازم ناخد بالنا بشكل كبير من فرق قيم درجات الحراره بين فترات النهار وفترات الليل. كمان اليوم متوقع ان يكون في نشاط للرياح، سرعاته هتتراوح ما بين 30-35 كيلو متر على الساعة في مناطق من القاهرة الكبرى محافظات شمال الصعيد. نشاط الرياح ده هيخلينا نحس أكثر فترة المساء وساعات الليل بانخفاض قيم درجات الحرارة، هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة في أقصى جنوب البلاد، في أقصى جنوب الصعيد، بعض المناطق كمان من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، لكن باقي مناطق الجمهورية مش هيكون عليها أي أتربة ورمال مثارة. وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار اليوم، هي فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وغير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، ويمكن كمان تلاحظ في المناطق والمناطق الأخرى لا. الأحوال الجوية زي ما قلنا اليوم مستقرة، لكن متوقع غدا مع البداية الفلكية لشهر رمضان الكريم نبدأ تدريجي نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، يكون كمان في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل بشكل كبير على ازدياد فترات سطوع أشعة الشمس، فبالتالي بشكل تدريجي هنبدا نشعر بارتفاع قيم درجات الحراره. يعني غدا ان شاء الله متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 25 درجه مئويه خلال فتره النهار، ذروه الارتفاعات الثلاث والاربع، لان العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي توصل ل 28 و29 درجه مئويه فتره النهار، فبالتالي هنحس بالاجواء ما بين المائله للحراره الحاره فتره النهار، مائله للبروده فترات الليل، ويمكن الارتفاع ده في كافه محافظات الجمهوريه، واكثر المحافظات تاثرا بالارتفاع طبعا المحافظات اللي موجوده في جنوب الصعيد، وهيستمر معانا لحد نهايه الاسبوع. يعني احنا لحد نهايه الاسبوع العظمى على القاهره الكبرى هتوصل 25 درجه مئويه، لان احنا قلنا الذروه الثلاث والاربع وترجع الخميس ثاني تنخفض قيم درجات الحراره ل 25. بس اللي يطمن في الموضوع ان الرطوبه مش عاليه، فمش بنحس كمان بالحر قوي. بالظبط، كتل هوائيه صحراويه نسب الرطوبه فيها منخفضه بشكل كبير، فده مش هيخلينا نحس بوجود ارتفاع كبير في قيم درجات الحراره، ودي الاجواء الربيعيه المعتاده في الفتره دي من السنه، التذبذب والاختلاف الكبير في قيم درجات الحراره. بس احنا هناكد على كل الساده المواطنين خاصه ان احنا في شهر رمضان الناس بتحب تخرج بعد الفطار وفترات الليل وفترات السحور، ما الملابس الشتويه. أيوه. طبعا لان الفتره بين فتره النهار وفتره الليل درجات الحراره مختلفه بشكل كبير، كبير بين النهار والليل، لازم ناخد بالنا من الفرق ده، ومهم جدا نتجنب نزلات البرد، فما نخففش الملابس، نرتدي الملابس الشتويه خاصه فترات الليل وحتى فترات الصباح الباكر. الشبوره المائيه هتكون هي الظاهره الجويه المؤثره معانا كمان على مدار الايام القادمه ان شاء الله، فمهم جدا القياده تكون بهدوء تام وبحذر شديد، وان شاء الله هي مش هتاثر تماما على حركه المرور. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر.
مصر. تعالوا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 23 الصغرى 15، العاصمة الإدارية 24 14، الإسكندرية 20 12، العالمين الجديدة 19 12، مطروح 20 12، دمياط 22 13، بورسعيد 21 14، إسماعيلية 23 13، السويس 23 13، العريش 22 12، كاترين 19 4، طابة 23 14، حلايب 25 20، شلاتين 28 19، شرم الشيخ 26 17، الغردقة 26 14، الفيوم 23 12، بني سويف 23 12، الوادي الجديد 27 14، أسيوط 24 9، سوهاج 27 13، قنا 28 13، الأقصر 28 15، وأخيرا أسوان 29 16. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهارده، لكن في ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة على مدار الأيام اللي جاية، يمكن الاثنين والثلاث والأربع، لكن بعد كده هتنخفض. نشرب بقى كميات وفيرة من المياه طوال اليوم، علشان لو صايمين طبعا في بداية شهر رمضان هيكون صعب علينا، لكن يعني إن شاء الله تعدي على خير. كل سنه وحضراتكم طيبين. هنرجع مره تانية لمحمد ومنى علشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.